عزيزي لو انت مصري فاحنا اكتر حاجه بنكرهها في البلد دي مبدا بص العصفوره، وده اللي بدا يحصل دلوقتي في المجال الرياضي عندنا. والدليل الحديث على رحيل موسيماني لتدريب جنوب افريقيا، والحديث على وزير الشباب والرياضه اللي بيتكلم مع موسيماني علشان خاطر تولي اداره المنتخب، والحديث عن رفض موسيماني لانه مرتبط بتعاقد مع النادي الاهلي، والحديث عن بلا 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 علشان خاطر ما حدش يتكلم في الاداء ولا حد يتكلم على الاصابات، وهل هي مسؤوليه اتحاد الكره المحترم اللي عمل جدول مضغوط الاهلي، ولا هل هي مسؤوليه معد بدني في النادي الاهلي؟ لا، خليك في الاسطمبه اللي هنتكلم بيها بعد الماتش. موسيماني قاعد وانا مكمل. طيب بالنسبه للحشو بقى اللي هي الماتشات والتدريبات اللي موسيماني بيدرب فيها الفريق يوميا في المباراه، بتثبت ايه؟ ما بتثبتش اي حاجه عزيزي. كهربا ما حدش عارف هو كان موقوف ليه ورجع ليه، انت مش فاهم هو بيكهام بيلعب باك يمين ولا اكرم توفيق بيلعب نص ملعب، ولا الدنيا بالنسبه للاهلي عامله ازاي، لانك عندك خط دفاع فيه رامي ربيعه وسالم سمير لحد دلوقتي ما حدش عارف هي الناس دي موجوده في النادي بتعمل ايه، ليه ما طلعش مكانها شباب، ليه ما طلعش مكانهم صفقات ولا اي حاجه. لا، هم هينزلوا يلعبوا النهارده. طب هم كويسين اطلاقا عزيزي، اي كره كانت بتعدي نص ملعب الاهلي كنت بتلاقي ان فيها خطوره على مرمى الشناوي. قدرنا ان احنا نخطف المباراه في اول 30 ثانيه عن طريق حسين الشحات، اللي بنتمنى ان هو يرجع لمستواه مع العين الاماراتي، لانه من ساعه ما جه الاهلي مش ده حسين الشحات اللي كنا بنحلم بيه. هدف اول، هدف ثاني، بعد كده محمد شريف بيقدر ان هو يجيبه علشان خاطر تخش اول 3 دقايق وانت جايب 2-0. طيب انت عملت اداء مميز او جمله تكتيكيه عبقريه، هم الهدفين خلطه محمود جهاد فعلا. سيبك من اللقطات الفنيه ولا اللقطات الابداعيه ولا كمان تعليق كابتن احمد شوير اللي كله حاجه خرائيه وكله حاجه مقرفه وحاجات كتير قوي بتخلينا ندور على المعلق التاني محمد الكواليني. لا، احنا نعمل ميوت وما نتفرجش على صوت، نتفرج على صوره بس ومش عايزين صوت. طيب يا جماعه هنعمل ايه بقى في الملعب؟ هو كهربا بيلعب ايه برضو؟ احنا مش فاهمين. ما هو كهربا بيلعب، هو احنا بنلعب 4-4-2 ولا بنلعب 4-2-3-1؟ نفس المعضله بنت الجزمه اللي بنتكلم فيها في كل ماتش للاهلي، محدش فاهم اي حاجه والله العظيم بجد. يعني حتى الهدف الثالث اللي احنا جبناه عن طريق الباص اللي بيعمله محمد مجدي قفشه لعمرو السوليه، اللي ناس كتير قوي تقول لك دي جمله تكتيكيه بيعملها موسيماني. عمرو السوليه بيقدر يسجل الهدف الثالث اللي ترجمه لمستوى عمرو السوليه النهارده، الهدف الثالث الجميل اللي حرزه في مرمى محمود جهاد. داخلين الشوط الثاني 3-0. الشوط الاول عملنا اداء نوعا ما مقبول، مش اداء جيد جدا ولا اداء امتياز، اداء مقبول. نخش على الشوط الثاني، الشوط الثاني شايفين ان الاهلي قرر ان هو يسيب الكوره، خلاص بقى لعبنا الشوط اللي احنا بنحبه ايام موسيماني، الشوط الثاني ده مش بتاعنا. طب يا جماعه ايه اللي حصل؟ مفيش اي حاجه، احنا بنلعب شوط واحد بس، مش جبنا هدف الشوط الاول ما نلعبش الثاني، لو ما جبناش الاول نلعب الثاني. طب يا جماعه التغييرات؟ لا خلاص بقى، حتى لو التغييرات نزلت هننزل وليد سليمان، هننزل طاهر محمد طاهر، هننزل وليد طبواري، هننزل اي حد يعني موجود عند، ما تقعدش تركز انت في كل التغييرات دي بتبقى حاجه ثابته كده. اقول لك الله، موسيماني بيقرا الملعب صح عزيزي، شايفك بقى تطبل زي ما شاء الله عليك، بدات تعلم الدرس بدري من عمك شوبير وعمك سيف زاهر والناس اللي بتتباع ده في استوديو اونو سبورت دي. طب انت مستمتع بالاداء اللي بيقدمه موسيماني مع الاهلي؟ لو انت مستمتع رد عليا، ونفس السؤال هساله لك تاني وتالت ورابع، ايه هو اقوى خط في نص، اقوى خط في ملعب الاهلي تحت اداره بيسو موسيماني؟ لو قلت لي اصابات هقول لك ما الاصابات دي بتكون مشكله معد بدني، المعد البدني اللي بيشتغل تحت المدير الفني، تحت اداره المدير الفني. لما تلاقي ان الاهلي الشوط الثاني ما عندوش اي هجمات اول ثلث ساعه، وتلاقي ان سالم سمير بيحضر رامي صبري علشان خاطر ضربه جزاء، رامي يخش يسجلها وتقعد تسال نفسك هو ايه اللي حصل؟ ما فيش اي حاجه حصلت عزيزي، احنا وقعنا بدنيا يا عندنا لعيبه بتلعب بمزاجها، وده بنشوفه كتير جدا في ماتشات الاهلي. فانت جاي تتفاجئ النهارده وجاي تنبهر النهارده، شايف ان كلامي جديد عليك، معلش يا صديقي، ما هم بيضطروا ان هم يطبلوا لك وبيضطروا يكلموك في بص العصفوره فين، بص موسيماني هيمشي ولا مش هيمشي، انما انا بقول لك اللي فيها يا صديقي، بقول لك ان موسيماني بيقدم اداء خرائي وبيقدم اداء من البس التنيله، واللي بيفيده امكانيات فرديه للعيبه. عارف ان الفيديو مش هيعجبك لحد دلوقتي، وقبل ما نغوط فنلحق نقفل على كده قبل ما تقعد تشتم وتجيب سلسفيل جدودي وتلعني. خلاص يا صديقي، لو ما عجبكش الفيديو كفايه لحد كده، اما لو عجبك فممكن تشرفنا في القناه وتعمل لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبك، ومش عايزين نتكلم على اداء محمد شريف او نتكلم على اداء طاهر محمد طاهر، لان الاثنين دول انا بتمنى ان انا اشوفهم في يوم من الايام اساسيين، وما نقعدش اركز على طاهر وزحاليقه، لانك لو ركزت على كهربا واللي بيعمله مش هتلاقي اي حاجه جيده بيعملها. طب لو دورت على قفشه والمستوى اللي كان بيقدمه اول ما جه الاهلي برضه ما كانش بيقدم اي حاجه، يعني انتوا جايين على طاهر محمد طاهر والبساطه والزحاليق اللي بيعملها دي، وجايين تتكلموا انتوا طبيعه عمرو السوليه اللي انتوا بتطبلوا له دلوقتي ده اول 3 سنين مع حسام بدري كان عامل ازاي؟ كفايه لحد كده، كفايه لحد كده، عشان خاطر كفايه كفايه كفايه.